من ضمن نجوم مسلسل سر الهي الفنان الكبير احمد سلامه بدور عزيز، برحب بيك على اكسترا نيوز. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا كل سنه وحضرتك طيب. طبعا كل سنه وانت طيبه وكل المشاهدين والامه الاسلاميه كلها طيبه يا رب. حضرتك طيب والف مبروك على سر الهي. وعايزين نعرف منك بقى، عشان انا شايفه هيئه كده مختلفه ودخله مختلفه وحضرتك لسه قاعد على كرسي. عزيز ده ايه شكله ايه؟ ولا اسكتي انا لسه لابس الشخصيه. أيوة انا خايفه بان فيلن. صحيح. شخصية عزيز شخصية تعرف من أين تؤكل الكتف، مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته في الآخر. بيشتغل مع ناس المفترض أن هم يعني ناس جامدة جدا، وبيحاول يجيب لهم حاجات مش حقهم أصلا، فبيدوس على ناس في السكة. يعني هو أنا ومن بعد الطوفان، يعني أنا ومن بعد الطوفان بالضبط، وهي مصلحته نمرة واحد. تنويعة أخرى على شخصية الفيلن أنا بعملها، بس حبيبها جدا ويا رب تعجب الناس. حضرت لها بقى إزاي مع المؤلف والمخرج الأعداد بأبروفات والتحضيرات؟ طبعا طبعا بنتكلم في الشخصية كتير، بنتكلم في تفاصيلها، بنتكلم في علاقاته بالناس اللي حواليه عاملة إزاي. ما حبيتش اعمل دور المحامي التقليدي اللي هو البدلة والحاجات، حبيت اخرج من دور المحامي التقليدي لمحامي من نوع اخر، محامي بشكل تاني مختلف يعني. فتكلمنا في كل ما يتعلق بالشخصية، يعني شكلها تفاصيلها، يلبس ازاي، الوانه تبقى عاملة ازاي. تكلمنا في كل التفاصيل الحقيقه، ومهم جدا ده، يعني مهم ان يحصل ده بين الممثل والمخرج والمؤلف، لانهم بيقربوا وجهات النظر لبعض. انا ممكن ابقى مش شايف حاجه اعرفها من الاستاذ رؤوف مثلا، والاستاذ رؤوف من المخرجين اللي انا بحبهم جدا، لانه مخرج بيمتلك ادواته بشكل كبير جدا. خرج من احمد سلامه ايه في مسلسل سر الهي ما خرجش قبل كده؟ يعني انا اشتغلت مع مخرجين كتير قوي، من الاستاذ يوسف شاهين والاستاذ حسين كمال والاستاذ عاطف الطيب، يعني اشتغلت مع ناس. المخرج لازم يحب الممثل اللي معاه، ده اداه من ادواته الممثل، فلازم يحبه جدا ويعرف يتفاهم معاه. المسألة دي عند الأستاذ رؤوف بشكل كبير جدا، بيعرف إزاي يتفاهم مع الممثل، بيعرف إزاي في لحظة يجي في ودنه يقول له جملة يزبط له بيها حاجة، قد إيه هو بيحس الممثل. يعني يجيب آخر الأداء أو أقصى أداء أو أحلى أداء. أحلى أداء بالظبط. طيب أستاذ أحمد، شخصية عزيز دايما كل ممثل ليه جراب كده معين، جراب كده في دماغه بمجموعة من الشخصيات قابلهم في حياته، كعبل فيهم كده في أي حتة شافها، وجار وصاحبه في الشارع في أي حاجة. عزيز شفته قبل كده؟ قابلته في حياتك قبل كده؟ يعني شفت شبهه، انما بالتركيبه اللي انا عاملها لا، ما شفتوش، انما الى حد ما شفت شبهه. وانا دايما بحب ايه، العب الشخصيه بره الصندوق، ما بقاش شبه. يعني لو هعمل دكتور ما بقاش شبه الدكتور، ابقى دكتور بس مش شبه الدكتور. اضافات بقى خاصه. طبعا الشخصيه تتلعب باشكال كتيره جدا، واللي بيسبب النجاح الاختلاف، انك تبقي مختلفه طبعا، انك تبقي حاجه جديده ما تقدمتش قبل كده بالظبط. لان لو قدمنا اي شخصيه نمطيه زي الدكتور او المحامي او المحاسب او ايا كان الشخصيه، يعني لو انا قدمتها بالشكل اللي بتتقدم بيه الجديد، ما هي موجودة. كمان حاجة، يعني دايما البصمة الخاصة بتاعت الممثل على الشخصية وإضافته يعني درامية، بتعمل شوية سبايسز كده يعني. شوية بهارات كده. طبعا. الدراما محتاجة بهارات بالظبط، خصوصا لو الدور كمان مساعده كمان. زي عزيز. أنا زي عزيز دلوقتي. عزيز صعب شوية. لكن اللي حضرتك بتتكلمي فيه اللي هو الشخصيات اللي أنا مختزنة جوايا، اللي هي ذاكرة الانفعالية. إن أنا الممثل لازم، يعني أنا ساعات أتوقف علشان أراقب حد قاعد. أيوة. أو حد ماشي ولابس إيه وبيتكلم إزاي والبادي لانجوج بتاعته عاملة إزاي. ده كله بيختزن في فايلات، يعني فايلات في الدماغ. لما بلاقي حاجة شبه فورا انا من نفسي بستدعي الشخصيه اللي انا كنت شفتها. عزيز شبه ده طبعا، لانه احنا يعني ما فيش ممثل بيجيب من المريخ، يعني احنا كلنا بنحاكي بعض، يعني بنشوف بعض وبنقلد بعض وبناخد من بعض.
لكن في النهاية ازاي تقدمي الشخصية النمطية بشكل مختلف علشان يتشاف بشكل مختلف. يعني اتذكر مثلا في الضوء الشارد الاستاذ مجدي ابو عميره شافني لابس نظاره فريملس وعامل شعري بالجل يعني وهو صعيدي اصلا. ف يعني كان مميز لانه مختلف بالظبط. وهو ده الاختلاف يعمل التميز على طول, يخطف العين ويخطف القلب. الناس كمان بتصدق وتقول ايه ده هو عامل كده ليه, ايه ده هو بيتكلم كده ليه, بالزبط. وشكله والبادي لانجوج بتاعت لغه الجسد بالزبط. الايماءات بتاعته ولو راقبتي نفسك هتلاقي وانت بتتفرجي على التلفزيون انت باصه في عين الممثل. طبعا عين الممثل دي مرايته, لو صدقه خلاص بيقتنع بيه وبيحبه. هي لغه الممثل اساسا العيون طبعًا. حقيقي طبعًا. لغه الانسان عامه. يعني حضرتك لما بتبص لاي حد تعامل مع اي حد تفهمه من عينيه, من عينيه يعني العين مرايه اي بني ادم الروح. انما الممثل مرايه الروح. برافو عليك صح فعلا مرايه الروح. لما انا بتقمص شخصيه او بلعب شخصيه ما هياش احمد سلامه خالص وبره احمد ولا تفاصيله ولا حياته ولا تاريخه, ده بني ادم مختلف. ده عزيز خالص. بمذاكرتك لعزيز, بمذاكرتي العزيز بخلق تاريخ ليه, هو ليه اللي وصله. انا جوايا بتبقى حاجات لما بقعد اذاكر الشخصيه بتوصله لده. زائد ان شخصيه الفيلن او الشرير اللي بيمثلها وهو عارف انه شرير ما بتبقاش. انا باخد شخصيه الشرير من وجهه نظر ان عنده حق, دافع. هو عنده حق, هو بني ادم طبيعي وعنده المبررات بتاعته اللي وصلته لده. ما فعلا كل واحد عنده مبرراته في اي عمل بيقوم بيه يعني. اكيد اكيد اكيد. طيب استاذ احمد عايز اسالك على التعاون بقى مع باقي نجوم العمل, كان عامل ازاي في الكواليس وفي البروفات يعني قدام الكاميرا ورا الكاميرا؟ مش يعني مش عايز اقول لك بجد الناس اللي موجوده يعني روجينا دي اختراع, حد جميل ورائع وبسيط وقد ايه هي يعني. انا مش هناقش روجينا كممثله. روجينا ممثله من العيار الثقيل. روجينا يعني جدا من سنين مثلنا قبل كده مع بعض وعملنا شغل قبل كده مع بعض. فانا مش هتكلم عن روجينا كممثله لانها ممثله مشهود لها ومش هضيف لها لانها ممثله جامده. روجينا بتحس قوي شخصيه جدا بالظبط وبتعرف ازاي تتعامل مع الشخصيه باحساس مختلف. انما هي كبني ادمه بني ادمه جميله ومفكوكه وبتحب الناس وبتتعامل مع الناس بقلبها وده على فكره اللي بيعمل النجاح طبعا. يعني عايز اقول لك ان اي كاست ممثلين في اي مسلسل حبهم لبعض بيبان على الكاميرا, بيبان للناس على فكره. الناس عشان الناس بتحس كمان ان الكاست ده متعاون مع بعض بالظبط, فبيقدموا احلى ما عندهم وعايزين بالزبط. كمان يعني يعلوا بعض زي بالزبط. ما بنقول يعني زائد ال كمان المتحده يعني شيء رائع اللي هي بتقدمه بقى لها سنين على فكره. تنوع كبير جدا, تنوع في الدراما بشكل كبير, صوره بجد صوره حلوه بتقدم شيء مختلف. يعني المتحده بجد يعني من الجهات الانتاجيه الكبيرة المحترمة قوي اللي فاهمة وبتقدم بتخدم على العمل الفني وبتطلع منه أحسن معاه بالظبط. الوعي الكامل لمدى أهمية الدراما لتاريخ الدراما في مصر. الأفكار كمان يا أستاذ والأفكار. أحمد يعني عايزة أقف عند موضوع الأفكار والقضايا اللي بتناقشها, قضايا مهمة جدا الحقيقة طبعا, بتمس الناس قوي طبعا طبعا. ده ملاحظينه على فكرة على مدى السنين اللي فاتت, مش بس السنة دي يعني لا, على مدى السنين اللي فاتت التنوع في المواضيع وفي الأفكار وفي الممثلين المتحدة عاملة صورة رائعة الحقيقة. نورتني يا أستاذ أحمد وألف مبروك على المسلسل وإن شاء الله يكسر الدنيا. ربنا يخليك. مرسي جدا وكل سنة وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيب. شكرا.